هذه سائلة تقول: ما معنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وما معنى قول السلف: الله مستو على عرشه بائن من خلقه؟ هذا على ظاهره، الله فوق عرشه مستوي على عرشه، يعني هو فوق عرشه سبحانه وتعالى، استوى على العرش أي فوقه، فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء يعني في العلو، المراد بالسماء العلو، الله جل وعلا في السماء يعني في العلو، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون إلى أعلى، الله جل وعلا في السماء يعني أنه في العلو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. هذا معنى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. الخسف معروف، وهو أن الله جل وعلا يأمر الأرض فتنقطع بمن عليها فيهلكون تحتها، كما هلك قوم لوط وغيرهم بالخسف. نعم.